السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج السكتش بوك يديني كانت حلوة إن أنا أرسم بسهولة جدا في كذا نوع من أنواع الأقلام والفرش. تقدر تختار أي واحد فيهم وتبدأ ترسم زي ما أنت عايز. تقدر تخفف الشفافية أوت، وتقدر تختار اللون اللي أنت عايز ترسم بيه. في ناس بتعمل بيه تحف فنية، ممكن تقول له مثلا أنا عايز أقسم اللوحة نصين بالشكل دوت، يا اما كده. ساعتها بقى لما ترسم حاجة هتعمل الناحية التانية زي ما انت عايز، يعني مثلا لما ارسم كده ممكن تقول له لا ده انا عايزها افقه رأسي، ممكن تقول له لا ده انا عايزها بالشكل دوت، بحيث لما هاجي هنا هرسم مثلا اي حاجة ليه هتبدأ تتكرر في كله في نفس الوقت. تقدر تتحكم في عددهم، ممكن بس تخليها ثلاثي، تقول له أنا عايز أرسم حاجة بالشكل دوت. في إمكانيات كتيرة إن أنت تبدأ في اللوحة اللي أنت عايزها. ده هنا بلور بيحس إن بيدي توزيع للون بدل ما هو مركز كده. تقدر من هنا تقول له انا عايز لوحة جديدة، عايز افتح لوحة قديمة، عايز اكتب حاجة تكست، انا عايز احط صورة. هتيجي هنا وتختار الصورة اللي انت عايزها مثلا ديت ايه، وهكذا. تقدر ترسم اي حاجة في اللوحة ديت، بتديك امكانيات كويسة جدا كابداع بقى ترسم بالماوس.